في ايه؟ مفيش حاجة، غمضي عينك. فتحي. انت ما بتحرمش؟ انت رسمتني كم مرة؟ لغاية دلوقتي؟ 11. حلو، عجباني، أحلى مني. مش حقيقي، الأصل أحلى. وبعدين معاك؟ إحنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ إني أقعد أحب فيكي كده عمال على بطال لغاية لما تغيري رأيك. مختار، إحنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. أنا بتكلم بجد. أنا عارفة أنت بتفكر في إيه وحاسة بيك، بس عشان خاطري يا مختار متخلينيش أحس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطة، ما تحسيش بالذنب. ما أنت بتعمل كده على فكرة داليا. أي واحد بيحب واحدة بيبقى نفسه يوري لها قد إيه هي مهمة وقد إيه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه.